تمر فترة في حياتكم أنتم وأنتوا، يعني قاعد تبذلون مجهود وتحاربون علشان تبينون أنتم طبيعيين ومكملين حياتكم عادي، بس في زحمة مشاعر بقلبكم، في شيء أنتم كاتمينه، في غضب، في كلام وايد بس ما ينفع تقولونه. هذه المشاعر السلبية كلها بكم، وأنك تحاول تبين أنك طبيعي وماكو شيء صاير، هذا بكم ثاني. يعني هذا شيء متعب، متعب، مرهق حيل، خصوصا إذا كنت إنسان من النوع اللي إذا مر بظرف سيء يحب يختلي بنفسه، يحب يقعد مع نفسه، يصير ما يحب يرد على مكالمات، ما يحب يشوف ناس وايد، يفضل العزلة علشان هني يلقى راحته، هني يلقى أمانة، ويقهر لما مو كل الناس تتقبل هالشيء، مو كل الناس تتقبل إن أنت محتاج تقعد بروحك، إن أنت محتاج عزلتك الحين أكثر من أي وقت ثاني. معلم مو كل إنسان يتألم يحب يشارك مشاعره هذه مع الناس، بعضهم يحب يحتفظ فيها لنفسه لغاية ما ربك يفرجها. حطوا نفسكم مكان العالم، خلوهم يعالجون روحهم بروحهم، احترموا عزلتهم، احترموا خصوصياتهم، احترموا إنهم محتاجين يقعدون مع نفسهم، يراجعونها، يحاسبونها، يداومون نفسهم بنفسهم ويرجعون حق العالم بشكل أقوى. لا تحاسبونهم وايد، لا تعاتبونهم وايد، لا تشرهون عليهم وايد. مو كل الناس تحب تمشي وتشكى وتقول ليش، بعض الناس تحب تقعد مع نفسها، تعالج نفسها بنفسها، تداوي روحها بروحها. وخلوهم، خلوهم، 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 لأن مو كل الناس تحب تسولف عن اللي قاعد تمر فيه. بعض الناس علاجها أنها تقعد مع نفسها، يقعد مع نفسه لين يحس نفسه أحسن ويطلع حق العالم.